بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أهنيكم مناسبة عيد الأضحى وأتمنى لكم توفيقكم وإلى عوائلكم. اليوم أنا موجود بيناتكم، هذه الزيارة الثانية خلال تقريبا شهرين. سعيد أن أكون مع قادة أبطال قدموا الكثير لهذا الوطن. أقول بكل صراحة أنتم أبطال العراق وأنتم تستحقون هذه التسمية لما قدمتوه من تضحيات وأعمال ودماء زكية في محاربة الإرهاب والجريمة، وكذلك خدمة الشعب. دائما نحن نقول في الداخلية الشرطة والداخلية في خدمة الشعب، فأنتم أبطال العراق تستحقون هذه التسمية عن جدارة، وأنتم أهل لها. أعتقد أن تحديات كبيرة في المرحلة القادمة يجب تكون بمقدار هذه التحديات. أن توجه أو مواجهة مستمرة مع الإرهاب، العمل الاستخباري يجب أن ننشط، والعلاقة بين السيد وزير الداخلية القائد عام قوات الإصلاح وياكم علاقة مبنية على الحقوق والواجبات. الحقوق حمايتكم، توفير الدعم لكم. واجباتكم مواجهة الإرهاب والجريمة كائن من يكون. أعرف الضغوطات نبات تصير منا ومنا، كون أقوى من الضغوطات، كون عن ثقة الضغوطات مرة مرتين. يما من نعطيهم فرصة للضغوطات ما حد بيجيهم، يزعل يومين ثلاثة بعدين نصالحهم. الضغوطات السياسية أقصدها بكل صراحة، والضغوطات الاجتماعية يجب تتحررون من عندها حتى ننجح. اخوان، هالرتبة الموجودة بتكون على كتفكم ما حصلتوها ببساطة، تعب وعرق ومعاناة كلها تكون ضحيتوا. فأتمنى هذه الضغوط متحرم عندها، وبالخصوص احنا مقبلين على انتخابات مبكرة، الناس كلها رهانها عليكم. شلون راح نحمي الانتخابات ونوفر فرصة عادلة؟ واتمنى من السيد الوزير تتاسس مؤسسات لحمايتكم انتم وعوائلكم، انديه خاصه بكم، اراضي خاصه بكم، جمعيات توفر لكم مستلزمات الحياه باسعار مدعومه. انا جاهز. النهوض بهذه الوزاره اتمنى يكون تعاون جماعي بيناتنا كلياتنا. عندما تحاول تفرض القانون وأنت رجل القانون هناك تجاوزات، أنا في اعتقادي تجاوزات يجب التعامل معها بحسن. ما نسمح أن يتجاوز عاجلا الشرطة أو المرور، يجب يكون حاسمين ولكن وفق معايير حقوق الإنسان. معايير الالتزام بحقوق الإنسان مهمة جدا، وفي نفس الوقت الالتزام بالمعايير وقواعد العمل الأمني. مو من حق المواطن في بعض الأحيان لما تجي تطبق القانون يجي تتجاوز، كل تأكيد مسموح للمواطن. القانون وجد لحماية المواطن، من وجد احتباطا. فلهالسبب أقول إخوان، قضية التزام بالمعايير الأمنية بتنفيذ واجبكم ليصل عندنا رد فعل عن قضية قضيتين. الخوف ما يليق بقائد أو ضابط، ولكن عندنا معايير معينة تلتزم بها. العراق أولا، العراق ثانيا، العراق ثالثا، والمواطن المواطن 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 عن أنتم. مثل ما أنت اليوم في هالواجب تروح بدائرة أخرى تريد تأخذ حقوقك، فالحقوق تأخذها بكرامتك محفوظة وبأفضل ما يمكن. يما نصلح الإصلاح يبدي من وزارة الداخلية ومن الجيش تنبني الدولة، الدولة يبنيها مؤسستين. دائما نعرف السيد وزير الداخلية
لما كان رئيس أركان الجيش تقول له دائما الرهان على بناء الدولة هو بوجود جيش وقوات الشرطة. الشرطة المقصود بها كل الفئات، كل التشكيلات وزارة الداخلية كلها من حدود طوارئ اتحادية، كلكم تحت هذه اللقطة. وجود جيش، وجود داخلية، أكو دولة وياها قضاء. غياب الجيش، غياب الداخلية، خلاص ما دولة. فالدولة تنطلق من عندكم أنتم.